موضوع النصرية طبعا النهاردة بالذات مهم في سياق ان احنا في مصر بنشهد انقلاب عسكري جديد، وبالتالي مسألة الجيش ودور الجيش والمقارنات اللي بتحصل ما بين السيسي وعبد الناصر تخلي موضوع ان احنا نفهم ايه هي النصرية وايه موقفنا منها في غاية الأهمية. أول حاجة محتاجين نفهمها هو ليه أو إزاي عبد الناصر وصل للسلطة سنة 52. خلال الأربعينات كان في حركة اجتماعية ووطنية كبيرة جدا. مصر كانت بتواجه مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى هي الاحتلال البريطاني وبالتالي فقدان الاستقلال. فقضية الحركة الوطنية وقضية الاستقلال من بريطانيا كانت ليها أولوية قصوى بالنسبة في الساحة السياسية المصرية. المسألة الثانية كانت المسألة الزراعية، إنه أقل من 1000 عيلة كانوا بيملكوا 20% من الأرض في مصر، في حين إنه الغالبية العظمى من فلاحين مصر يا إما ما كانوش بيملكوا أرض كفاية تعيشهم يا إما كانوا معدمين تماما. حاجة تالتة كانت موجودة في السياق ده، انه كان في نظام ملكي مستبد وفاسد بيشرف على العملية دي. مصر ما كانش ممكن تخرج من ازمتها السياسية من غير حل القضايا دي. الحركة السياسية، سؤال، طيب ليه كان في احزاب سياسية، كان في حركة وطنية، كان في حركة احتجاج، ليه كل ده ما اداش لثورة تحل المشكلات دي، تحقق الاستقلال من بريطانيا، تحقق اصلاح زراعي شامل، وتزق البلد لقدام، ليه ده ما حصلش؟ السبب الاول انه الحزب الجماهيري اللي كان مطروح في الساحة وقتها كان حزب الوفد، وحزب الوفد اللي هو أسسه سعد زغلول اللي هو أساس الحركة الوطنية المصرية كان حزب بيديره، كان الناس اللي بتقود الحزب ده من كبار ملاك الأرض، وبالتالي ما لهمش أي مصلحة في أي نوع من الإصلاح الزراعي. في نفس الوقت كان خوفهم من أي ثورة حقيقية تحصل في البلد مخليهم طول الوقت مترددين في انهم ياخدوا اي موقف جاد تجاه قضية الاستقلال حتى، وبالتالي بيتفاوضوا طول الوقت مع الانجليز وبيقدموا تنازلات طول الوقت للانجليز وبيحاولوا طول الوقت انهم ما يحققوش اي انجازات حقيقية على طريق الاستقلال. طبعا الوفد والاحزاب الرسمية اللي حواليه اللي هي كانت كلها قيادتها يا إما من كبار ملاك الأرض يا إما من كبار رجال الصناعة اللي بتربطهم مليون علاقة بالاحتلال ومليون علاقة بالملك والملكية. طيب دول ما كانوش الأحزاب الوحيدة الموجودة، كان في من ناحية الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين في النص الثاني من الأربعينات تجاوز 500,000 عضو، وكان من أكبر الأحزاب الجماهيرية الموجودة بعد الوفد، وكان في الحركة الشيوعية بأحزابها المختلفة وعلى رأسهم طبعا حركة حديدتو اللي هي كانت أكبر حزب شيوعي في مصر. مشكلة الإخوان المسلمين، وده حاجة أساسية في تحليلنا إحنا كإشراكيين ثوريين لحركة الإخوان المسلمين، إنها حركة شديدة التناقض، والحركات شديدة التناقض دايما في لحظات الأزمة يا إما تنهار يا إما تنشل ما تقدرش تتحرك لقدام. حركة الإخوان المسلمين كانت حركة حسن البنا يوم كان تلاقيه بيتفاوض مع الاحتلال الإنجليزي ويوم تاني بيقود مظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي، يوم بيتكلم عن الإصلاحات وضرورة إصلاح زراعي حتى شامل، ويوم تاني بيقول انه الملكية الخاصة مقدسة محدش يقدر يقرب منها. التناقضات دي ما كانتش نتيجة لانه حسن البنا كان مجنون، التناقضات دي كانت نتيجة لانه حسن البنا التنظيم اللي انشأه كان تنظيم متناقض من ناحية المصالح الطبقية، كان بيضم قطاعات من الفقراء،
قطاعات من العمال، قطاعات من الطبقة الوسطى، وقطاعات من الأغنياء تحت الغطاء الديني اللي كان بيخبي التناقضات دي كلها. طالما كانت الأمور هادية، طالما ممكن إنك تتحافظ على التناقضات دي زي ما هي. إنما في أي أزمة ثورية أو في أي موقف حاسم، التناقضات دي بتؤدي إلى حاجة من حاجتين: يا إما انفجار وتفتت، يا إما شلل. وإحنا شفنا ده في تاريخ الإخوان المسلمين من وقت الأربعينات بتاعت حسن البنا لغاية محمد مرسي والإخوان، إزاي إنه طول الوقت بيمروا بالمشكلة دي اللي هي ليها علاقة بالتناقضات. فطبعا الإخوان المسلمين ما كانوش في أي وضع يسمح لهم لا إنهم يقودوا ثورة، لأنهم مش ثوريين أصلا، ولأنهم طبعا في حالة قيادتهم لثورة هينفجروا لمليون حتة. وكانت النتيجة إنه الإخوان المسلمين في ظل الأزمة الثورية اللي في نهاية الأربعينات اتشلوا تماما وانقسموا، وقطاع منهم دخل في العمل الإرهابي المباشر، قطاع منهم عارض ده بشدة، والنتيجة كانت إنهم ما قدروش يلعبوا الدور ده. طيب، حديدته والحركة الشيوعية ما قدرتش تلعب الدور ده ليه؟ حديدته مشكلتها الأساسية كانت إنها متزيلة للوفد. كان ليها رؤية إنه حزب الوفد هو الحزب الوطني الرأسمالي اللي هيقود المرحلة الأولى من الثورة، إنه لازم الأول يتم تحرير مصر من الاحتلال البريطاني، ويتم تحرير مصر من الملكية، وبعدين يبقى في مرحلة تانية فيها ثورة اجتماعية. وبالتالي كان طول الوقت حديدته بتأيد حزب الوفد. حتى في أيام فؤاد سراج الدين، فؤاد سراج الدين مسك حزب الوفد سنة 51، يعني سنة أو سنتين قبل الثورة على طول. فؤاد سراج الدين كان عنده هو شخصيا كان يملك 8000 فدان، كان من اكبر رجال من اكبر ملاك الارض في البلاد. رغم ده فضل الحزب الشيوعي وحدته مؤيدين للوفد حتى اخر لحظه. حزب غير قادر على تحقيق الاستقلال، حزب غير قادر على حل المساله الزراعيه، حزب غير قادر على حسم اي من القضايا السياسيه المطروحه في ازمه نهايه الاربعينات. ده كان الوضع في مصر لما عبد الناصر قاد الانقلاب بتاعه والضباط الاحرار وصلوا للسلطه. الموقف بتاع الشيوعيين كان تاثيره ايه؟ كان تاثيره انه كان في حركه عماليه كبيره جدا، قويه جدا، في مراكز كلنا نعرفها كويس جدا زي المحله الكبرى وزي شبرا الخيمه وزي اسكندريه وغيرها. انما الطبقه العامله دي ما كانتش قادره توصل للسلطه، لانه اليسار، لانه الشيوعيين المفروض يلعبوا دور محوري في طرح رؤيه سياسيه للطبقه دي، خانوا الطبقه دي وفضلوا مواليين وفضلوا مؤيدين وفضلوا متزيلين رجال الاعمال وكبار ملاك الارض واحزابهم زي الوفد. فلا الطبقه العامله والفلاحين كانوا قادرين يوصلوا للسلطه في ثوره شعبيه، ولا الاحزاب التقليديه قادره انها تحل الازمه المطروحه. في حاله زي دي فضلت الازمه تغلي لغايه ما الجيش نفسه او قطاع من الجيش نفسه تدخل لحسم الامور. كان في زي توازن شلل ما بين الأطراف المختلفة في المجتمع المصري. لا العمال والفلاحين قادرين يقوموا بثورة كاملة لأنهم يفتقدون التنظيم اللي قادر إنه يحسم الموضوع ده ويوصلوا للسلطة، ولا ملاك الأرض ورجال الأعمال وغيرهم من الطبقات وأحزابهم قادرين يحلوا المشاكل اللي في البلد. فلحظات زي دي الانقلابات العسكريه بتبقى يعني ممكنه الحدوث
بشده، مش بس في مصر، في اماكن كتيره جدا من العالم. عبد الناصر لما وصل للسلطه عن طريق الانقلاب قدر، لانه مش جزء من الطبقه القديمه الحاكمه، ولانه مستقل عن الطبقات العامله والفلاحين، انه يبتدي اصلاحات جذريه مهمه عميقه تبدا على طريق حل المشكلات اللي الاحزاب التقليديه ما كانتش قادره تحلها. عشان كده اول حاجه عملها عبد الناصر لما وصل للسلطه كان الاصلاح الزراعي. الاصلاح الزراعي ما كانش اصلاح زراعي جذري، يعني اول مرحله من الاصلاح الزراعي كان الحد الاقصى للملكيه 200 فدان. لما تقارن ده حتى بالاصلاح الزراعي اللي عمله شاه ايران فيما بعد، شاه ايران كان الحد الاقصى اقل من 5 فدان للفلاح، فما كانش اصلاح زراعي. بس في النهايه الناس ابتدت تحس انه في حاجه بتتغير، اراضي كبار ملاك الارض اتخذت منه، اراضي العيله المالكه اتخذت كلها، اتصدرت كلها، اتوزعت على الفلاحين، الملك نفسه اتشال واعلنت جمهوريه. ده خلق ارضيه واسعه لإحساس بانه في حاجه بتتحرك في البلد، واحساس بانه عبد الناصر هو المنقذ، عبد الناصر هو المخلص، عبد الناصر هو اللي هيحقق اماني وطموحات الشعب المصري. الحاجه الثانيه اللي كانت مشكله كبيره جدا في مصر انه كان في مشكله في انه مفيش استثمارات خاصه كافيه انها تحرك المشاريع الكبرى اللي لازم تحصل لتصنيع البلد. وبالتالي كان سياسه عبد الناصر هو انه بالتدريج تتدخل الدوله لتحل محل رجال الاعمال اللي رافضين او خايفين انهم يستثمروا في المشروعات الكبرى. ومن هنا جت المرحله الثانيه، يعني زي ما قلنا ان المرحله الاولى حصل فيها على المستوى الاقتصادي، يعني حصل فيها الاصلاح الزراعي، المرحله الثانيه كان فيها التاميمات، تأميمات الصناعة بالذات والتجارة وقطاع البنوك ومشاريع التصنيع الكبرى. في ناس بتعتبر انه تأميم عبد الناصر للمصانع ده نوع من الاشتراكية، يعني في لخبطة ما بين ملكية الدولة للمصانع والبنوك والى اخره والاشتراكية. في واقع الامر ما فيش علاقة ما بين الحاجتين. الاشتراكية في الاشتراكيه طبعا، يعني احنا كاشتراكيين سويين بنطالب بالتاميم، واحيانا الناس بتهاجمنا ان انتوا طب ما عبد الناصر امم وفشل، اشمعنى انتوا هتنجحوا؟ احنا التاميم اللي بنطالب بيه مش بنطالب بيه حد من فوق، احنا مش بنطالب الدوله من فوق انها تامم المصانع، احنا بنطالب بتاميم تحت سيطره العمال، تاميم تحت سيطره واشراف كامل من الشعب. مشكلة التأميمات وقت عبد الناصر، مشكلة كل الإصلاحات بتاعت عبد الناصر، إنها كانت إصلاحات من أعلى، يعني الناس اللي فوق، الضباط، الناس اللي بتدير الدولة هي اللي بتقوم بإصلاحات، مش الجماهير نفسها هي اللي بتقوم بالتغييرات الجذرية دي. في فرق كبير جدا ما بين إن الجماهير العمال يستولوا على المصانع ويبتدوا إدارتها بشكل ديمقراطي مباشر، ما بين انه الفلاحين يستولوا على الارض ياخدوها من كبار الملاك ويبتدوا بشكل ديمقراطي وجماعي في ادارتها لصالحهم كلهم، وما بين انه حد من اعلى، حد الدوله، تقوم بتاميم المصانع. تاميم من خلال الدوله، من خلال كبار الرجال في الدوله، بيؤدي الى اللي بنسميه احنا راسماليه الدوله، يعني راسماليه برضو زي الرأسمالية الخاصة، بس الدولة هي اللي متحكمة في الأمور. فالعمال والجماهير العادية لا ليهم حق يقولوا إيه اللي ينتج أو قد إيه ينتج أو ينتج لمين أو ينتج ليه، ما لهمش أي تدخل في عملية الإنتاج، وبيتم برضو استغلالهم من قبل الرأسماليين الجدد، الرأسماليين رجال الدولة كرأسماليين.
ونلاقي انه اغلب المصانع اللي تم تأميمها في وقت عبد الناصر اللي مسك مجالس ادارتها ضباط، وبالتالي ما كانش في اي نوع من الاشتراكية الحقيقية، وكل الاصلاحات دي كانت اصلاحات من 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 اعلى. الكلام كبير جدا عن انجازات عبد الناصر، طبعا كان في اصلاحات حقيقيه، هو فعلا قدم اصلاحات حقيقيه لا يمكن التغاضي عنها، سواء على مستوى التشغيل او على مستوى الاسكان الشعبي او على مستوى التعليم المجاني او مستوى الخدمات الصحيه المجانيه. بس مشكلة ان كل الاصلاحات دي جت من اعلى، جت في مقابل استبداد سياسي، جت بدون اي حقوق حقيقيه للعمال وللفلاحين اللي استفادوا من الاصلاحات دي. نقطه تانية انه انجازات، يعني الناس بتتكلم عن انه عبد الناصر بنى السد العالي. اولا طبعا الفكره دي فكره مضحكه، عبد الناصر ما بناش السد العالي، عمال مصر هم اللي بنوا السد العالي، عبد الناصر شخصيا زي ما تقول انه الملك خوفو هو اللي بنى الهرم الاكبر، لا الملك خوفو ما اتحركش خالص في بنى الهرم الاكبر، بس غير الفكره دي ان كل الانجازات دي كان ليها علاقه بمحاوله بناء راسماليه ليها درجه من الاستقلال وبالتالي ليها درجه من القوه. طيب ليه فشل المشروع المصري؟ طبعا كانت يعني التتويج الفشل ده كان في حرب 67، في هزيمه 67. الناصريين يحبوا يقولوا انه 67 كانت مؤامره، طبعا لغايه دلوقتي الكلمه مؤامرات، بس مؤامره لهدم المشروع الناصري الوطني والاخر. وطبعا كان في مؤامرات، وطبعا الامريكان كانوا عايزين يسقطوا عبد الناصر، وطبعا السعوديه كانت عايزه تسقط عبد الناصر، بس طبعا ما كانش ممكن عبد الناصر يسقط الا لو كان في مشاكل حقيقيه في المشروع نفسه. عبد الناصر امم النقابات، امم الحياه السياسيه في مصر، انهى اي شكل من الديمقراطيه، ما سمحش لاي تنظيمات عماليه مستقله انها تبقى موجوده، ما سمحش لاي احزاب سياسيه غير الحزب غير الاتحاد الاشتراكي اللي هو كان زي الحزب الوطني بتاع مبارك، مش زيه، هو الحزب الوطني الديمقراطي هو وريث الاتحاد الاشتراكي، وهو كان جهاز امني اكتر منه حزب سياسي، جهاز للمحسوبيه من جانب، ومن جانب تاني جهاز امني للتجسس. حاجة تانية، هنرجع بقى للحركة الشيوعية لحظة بس، لأنه حاجة مهمة جدا حصلت لما ابتدأ عبد الناصر التأميم، ولما اتجه للتحالف مع الاتحاد السوفيتي. الحركة الشيوعية عملت حاجة غريبة جدا، على الرغم من أن غالبية قيادتها كانت في السجن، القيادات دي قررت أنها تحل الحزب الشيوعي المصري وتدخل في الاتحاد الاشتراكي، على اساس ان عبد الناصر بياخد خطوات في التحرر الوطني، بياخد خطوات في ما سمي وقتها الطريق الثالث، او انه بياخد خطوات لتجاوز الرأسمالية. طبعا هو ما كانش بياخد خطوات لتجاوز الرأسمالية، وكان بيبني رأسمالية الدولة، لكن الشيوعيين لتاني مرة زي ما في الاربعينات تزيلوا حزب الوفد، في الستينات تزيلوا عبد الناصر وخانوا الطبقة العاملة. بدل ما يبنوا أحزاب ثورية مستقلة جوه الطبقة العاملة المصرية تحافظ الطبقة العاملة المصرية على استقلالها من رأسمالية الدولة ومن الضباط، العكس، لعبوا على خداع الطبقة العاملة تحت شعارات عبد الناصر حوالين تحالف قوى الشعب العامل وغيره. في سؤال مهم جدا، الى جانب طبعا انه سنه 67 الحرب بتاعت 67 بتبين انه كان في مشكله ضخمه في المشروع، كان في ضعف
اساسي في المشروع المصري، وحاولت اشرح اساس الضعف ده انه ما كانش في اي نوع من الديمقراطيه، وبالتالي الجماهير ما كانتش ماسكه المشروع، ما كانتش شايفه المشروع فعلا هو مشروعها بالكامل، كانت شايفه الضباط، كانت شايفه كبار رجال الدوله، كانت شايفه رجال اعمال، كانت شايفه ناس كتيره مستفيده من المشروعات دي. مثال صغير في الموضوع ده، الجمعيات التعاونيه الزراعيه. الجمعيات التعاونيه الزراعيه كان المفروض منطقها انها جمعيات ديمقراطيه منتخبه من الفلاحين عشان يديروا مع بعض عمليه السماد والميكنه والاحتياجات الزراعيه المختلفه. تحولت بسرعه فائقه الى اجهزه في ايد كبار رجال الدوله للتحكم في العمليه الزراعيه وللتحكم في القرى، وسرعان ما بقى المستفيد الاساسي منها هو كبار الفلاحين، الناس اللي بيمتلكوا ما بين 20 و50 فدان، بقى هم دول اللي متحكمين تماما في الجمعيات الزراعيه، وهم دول المستفيدين بفساد مفزع لكل اللي المفروض يستفيد منه الفلاحين. دي كلها كانت خلل اي مشروع بيسمي نفسه اشتراكي بس بيبنى من اعلى. دي كانت ازمه راسماليه الدولة. يعني سؤال مهم جدا بيتسأل، ليه العمال لما ابتدت عملية الخصخصة ما حموش مصانعهم؟ لو دي مصانع ملك الشعب، لو دي مصانع مؤممة المفروض ملك الشعب، ليه العمال ما نضلوش عشان المصانع دي ما تتخصخص؟ كتير من الناصريين بالذات بيسألوا السؤال ده، مش فاهمين ازاي يعني عبد الناصر امم لهم المصانع دي وبنى لهم المصانع دي، وبعدين هم لما جت تتباع المصانع دي ما وقفوش في صف في وش الخصخصة. السبب ببساطه انها ما كانتش مصانع، المصانع دي لا كانت تحت سيطرتهم، لا كانوا مسيطرين على اي حاجه تتعلق بعمليه الانتاج. الضباط هم اللي كانوا مسيطرين على كل حاجه، وبالتالي لما الضباط باعوا المصانع لرجال الاعمال، العمال وقفوا على جنب وما خدوش موقف. طيب هنتقل بسرعه عشان الوقت للحظه اللي احنا فيها، لانه دلوقتي بيتم مقارنات كتيره جدا ما بين الفريق السيسي وكمال عبد الناصر، وده عامل بالنسبه لناس كتيره جدا درجه من اللخبطه بسبب الدعايه الضخمه اللي حوالين الانقلاب بتاع عبد الفتاح السيسي. الناس بتتكلم على السيسي وكأنه هو عبد الناصر جديد، وكأنه هو تجسيد ل على الأقل في 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 ذهن أغلبية الشعب المصري ما يمثل القائد البطل المخلص اللي بيمثل مصالح الفقراء ومصالح الكمال. طبعا السيسي ابعد ما يكون عن ده، يعني احنا اتكلمنا على ازاي التجربه النصريه فشلت، بس على الاقل كان في فعلا محاولات لاصلاحات. في حاله السيسي مشروعه ككل مشروع معادي للجماهير على كل المستويات، فعلى المستوى الاقتصادي الحكومه اللي شكلها السيسي مشروعها مشروع تحرير الاقتصاد، مشروع الاستمرار في الخصخصه، المشروع الاستمرار في السياسات الليبراليه الجديده اللي افقرت اغلبيه المصريين واغنت فئه صغيره جدا من كبار رجال الاعمال. فالناس اللي حاطه امال ضخمه على انه السيسي في اي تشابه ما بين السياسات اللي يتبناها وسياسات عبد الناصر هتحبط احباط شديد جدا. السيسي لا يحمل لمصر الا الاستبداد، الا مزيد من الراسماليه، الا مزيد من الاستغلال، الا مزيد من التبعيه لامريكا والاسرائيل، حتى لو كان عن طريق السعوديه والامارات. فكل الامال دي مش في محلها. واذا اتعلمنا حاجه واحده من الثوره المصريه هي انه التغيير ما بيتمش غير بايد الجماهير. الجماهير لما بتتحرك بنفسها بتقدر تحقق مطالبها. اي اعتماد على مستبد عادل، على جنرال هيجي، على مخلص
هيخلصنا من برانا، من بره ايدينا احنا، هيحبط احباط شديد. عشان كده لازم واحنا بنجهز للموجه القادمه من الثوره المصريه، ان احنا اي اوهام حوالين انه في جنرال هينقذنا، انه في رئيس جمهوريه هينقذنا، انه في اي حد غير جماهير عمال وفلاحين وفقراء مصر، لازم نبدد اي اوهام حوالين ده، ونأكد انه مفيش حد هيحرر الجماهير غير الجماهير نفسها.